تسلم لي يا رياض باشا. طب اقول لك على فكره تانية، بس معلش بقى، دي تمنها هيكون ورقه ب $100 موقعه بامضائك للذكرى فوق اتعابي. ماشي، قول يا نجم المحاماه، قول وسلطني. انا عايزك تشتري لك حته فيلا، بس تكون ايه، حاجه فخمه كده قبها تليق بمقام نجم الوزاره، وتعمل عقدها بتاريخ قديم قبل ما تدخل الوزاره، عشان ما يجيش اي حد في اي وقت ويسالك من اين لك هذا. يا سلام. طب والله العظيم انت خساره في اللي اسمه سيف الدسوقي ده. انت بس لو تلين دماغك وتيجي هنا. كله باوانه يا رياض باشا، خلينا في القضيه دلوقتي. طب بمناسبه القضيه بقى، انت متاكد يا ماهر ان القضيه دي خلاص اتقفلت وان الملف ده بخ؟ لا عيب بجد، ومن غير زعل، عيب على معاليك الكلام ده. اللي قاعد قصادك ماهر دياب، مش سيد كفتة. طب بمناسبة الكفتة بقى، الليلة دي ليك عندي عزومة عشاء معتبرة، كباب وكفتة. ومنين هيجيلي نفسي أحط لقمة ببقي وصاحبي وابن صاحبي مش عارف عنه أي حاجة؟ حنين حنين قوي أنت يا ماهر، طول عمرك رومانسي. يا ماهر، هو علبة كنزة هتضيع؟ ما تلاقيه مستخبي هنا ولا هنا. مستخبي وانا ما اعرفش مكانه؟ او تعرف، والشيطان اللي هو صاحبك وحبيبك لعب في دماغك ووزك وخلاك تيجي عندي هنا وتصيع عليا. اصيع؟ هي وصلت لاصيع؟ الله يسامحك يا رياض باشا. واصلا انا عندي وقت فراغ ومش عارف املاه ازاي، بدليل ان انا امبارح بالليل كنت عندك في البيت، والنهارده عندك اهو في الوزاره، والصبح كنت في النيابه. انا وقتي بفلوس يا رياض. عرفنا ان ليك زفت فلوس. الله، بلاش شغل الالاتيه ده معايا يا ماهر، كل شويه ترمهالي بين جمله والتانيه. مره تقول لي يا رياض باشا، انت ما تعرفش انا دفعت قد ايه عشان احط كلمه اكس لارج جنب الملابس الداخليه الحمراء، وبعد كده تقول لي انا وقتي بفلوس. عرفنا ليك فلوس وهتاخدها على داير المليم، بس اهدى شويه، الصبر حلو. ادخل. على مالك. شكرا. شكرا، تسلمي لك. ما ترد، يمكن صاحبك. تصدق ممكن. الو. ايوه يا مريم. ايه؟ لا لا، انت مال صوتك؟ دكتور شاكر؟ ليه، في ايه؟ اها، طيب انا جاي لك حالا. لا مفيش داعي تتعب نفسك، هي كويسة والدكتور طمني عليها. انا بس حبيت ابلغك علشان بكلم هند وما بتردش عليا، ومش عايزة اكلم ايه واقلقها على مامتها، وهتجنن عشان اعرف لو في حاجة جديدة ولا لا. لا للأسف مفيش أي أخبار جديدة. طبعا لو عرفت أي حاجة هطلبك على طول. وانتي لازم تطمنيني يا مريم أول ما تخرج من عند الدكتور. ماشي، يلا سلام. أهو تليفون جالي على غفلة، أهو مفيش أي حد يعرف عنه أي حاجة، عشان ما تقعدش تقولي أنت بتصيع والكلام اللي ملوش عازة ده. وأمه كمان تعبت وراحت للدكتور. يبقى هيروح يزورها. تفتكر؟ ما هو البعيد يبقى ما عندوش دم لو عرف ان امه عيانه وما راحش يطمن عليها. كلام موزون ويحترم، بس ده لو كان حر نفسه، انما لو مخطوف. تاني هتقول لي مخطوف؟ جرى ايه يا ماهر؟ ما تروح تدور عليه وانت هتلاقيه. ولو ما لقيتوش؟ مش انت بلغت النيابه؟ ما عطلكش يا معالي الوزير. ما شربتش قهوتك؟
انا كفاية عليا قوي بق من المية دي عشان تعرف بس ان انا اصيل ولسه بشرب من ميته لحد دلوقتي. هما بقى عايزين يشربوا من حاجة تانية. هما برضو؟ ماشي، استنى تليفونك. مش هتأخر عليك، هكلمك النهاردة بالليل بالكتير. اصل انا ما بحبش انام وانا عليا ديون. بس خد بالك من حاجة، انا ما جبت سيرة الفلوس خالص. انا يا سيدي اللي جبت سيرتها. معلش، اللي على راسه بطحة. والله كل واحد اضرب اللي على راسه يا معالي الوزير. يا حسين، ازي حضرتك يا باشمهندس؟ الحمد لله تمام. مواعيدك مظبوط؟ ربنا يخليك يا باشمهندس، انا مواعيدي بيك بن. برافو عليك. وطمن حضرتك، انا ما قلتش لايه زي ما حضرتك قلت لي. انا مش قصدي اخبى على ايه ولا حاجه، بس انت عارف تليفونات متراقبه وممكن رجليك تيجي. انا بخاف عليك. اتفضل. ربنا يخليك. ثواني بقى. حاضر. ايه الشياكه دي؟ بعد عندكم يا باشمهندس. دكتور امجد الذي لا اله الا هو، انا ما اعرف هو في انهي داهيه دلوقتي. وبعدين فين امه دي ايام ما كان بيعمل لنا زنبليطه في الاعلام المضلل بتاعه؟ خلاص ظهرت دلوقتي عشان تطلب السماح. انا بالنسبه لي اكسلانس ده خلاص مات، انتهى، بقى ذكرى. هاي قد لما دياب. تمام صح. خلينا في المهم، في وفد طالع امريكا برياستي، هحط اسمك فيه. ايوه، عشان ما يقولوش ان احنا مكوشين على كل حاجه. ادينا حاطين واحد من المعارضه اهو. الله، وانت مش من المعارضه ولا ايه؟ طيب هتكلم معاك في كل التفاصيل لما نتقابلكم. طيب اقفل دلوقتي. نزل السلاح. في ايه يا سياده اللواء؟ انا معايا امر من النيابه بالقبض على المدعو فراس الغزاوي. ده الحارس الخصوصي بتاعي. والحارس الخصوصي بتاعك متهم في جريمه قتل. قتل؟ قتل مين؟ ايه يا فراس؟ انت بتقتل من ورانا ولا ايه؟ الحارس الخصوصي بتاعك متهم بقتل عامل مغسله في فيلا سيف الدسوقي. يا دي سيف الدسوقي. واحنا خلاص؟ ما ورناش حاجه غير تاجر المخدرات الهربان ده، ما تروحوا تدوروا عليه وتجيبوه.